برحب بكل طلابنا وطالباتنا، طلاب الصف الثالث الفني الصناعي، في حلقة جديدة ودرس جديد من مادة تخطيط وإدارة الإنتاج. ودرس النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن دراسة الجدوى، ونسعد أن يكون معنا المعلم الخبير في هذه المادة الأستاذ محمود عبد العاطي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمود، دراسة الجدوى درس من الدروس الشيقة الممتعة اللي لها تطبيق عملي رائع يتيح لطلابنا وطالباتنا تفهم هذا الدرس. هنبدأ مع بعض إن شاء الله ودرسنا دراسة الجدوى إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا برحب بأبنائنا الطلبة، وبحب أفكرهم بمادة التخطيط وإدارة الإنتاج. بنفكركم أنه دايما إحنا اشتغلنا مع بعض في الباب الخامس الأول وبعدين الباب السادس، لأنه احنا دخلنا دلوقتي على الباب الثاني الخاص بدراسة الجدوى. ودراسة الجدوى احنا ده تطبيق، يعني زي ما استاذتنا تفضلت وقالت انه تطبيق على مدار الحياة وعلى مدار يومنا. ما بنقدرش نعمل حاجة الا لما بنكون دارسينها كويس، فخصوصا انه حاجة خاصة بالمشروعات المستقبلية والمشروعات الانتاجية، لابد ان احنا نكون عاملين دراسة جدوى مظبوطة، يعني بحيث انه اقدر احقق المكسب المرجو منها او النتيجة المطلوبة من المشروع الخاص بي. في حاجة مهمة قوي لدراسة الجدوى. دراسة الجدوى امتى يجي مشروع، او امتى اقدر اعمل دراسة جدوى؟ لابد ان علشان اعمل دراسة الجدوى لابد ان انا يكون عندي او لامم في المام بجميع مقومات المشروع بتاعي او عناصر المشروع بتاعي. لو انا هعمل دراسة جدوى في البداية، لابد ان انا ابقى عارف المكان او احدد المكان الجيد او الصحيح، الاختيار الصحيح للمكان اللي هقدر اقوم فيه المشروع بتاعي. مين المنافس اللي موجود في المكان اللي هعمل فيه المشروع؟ هل المنافس ده يبعد عني، او هو في نفس المنطقة، او يبعد عني مسافة قد ايه؟ وسائل الاستيراد والتصدير المتاحة، السوق اللي هقدر اشتغل عليه او احدد المنتج اللي يخص السوق اللي موجود عندي. كمان اقدر اقول انه العمالة اللي هوفرها، العمالة دي هقدر استورد عمالة خارجية من الخارج او ان هكتفي بالعمالة المحلية. العمالة اللي هتكون عندي عمالة ماهرة او عمالة عادية متوسطة. لابد ان انا ابقى عارف برضو الخامات اللي هشتريها، المادة الخام اقدر اجيبها منين، هل هي متوفرة في السوق المحلي، هل هي المستورد اقدر استورد مادة خام هتبقى ارخص من المحلي او المحلي هو اللي ارخص منها في السعر في التكلفة. تكلفة النقل او عملية النقل من المصنع الى المخزن ومن المخزن للميناء للتصدير او الميناء الجوي او البحري، بحيث انه ابقى لميت بكل الجوانب اللي انا محتاجها للمشروع بتاعي. البنية التحتية اللي موجودة في المنطقة اللي انا هقوم فيها المشروع بتاعي، لابد ان انا برضو ابقى ملم بالبنية التحتية وعارف ان المنطقة دي يعني الخدمات البنية التحتية اللي موجودة، مياه وصرف وكهرباء اتصالات، كل الكلام ده موجود في المنطقة دي ولا لا، بحيث انه اقدر اقوم مشروع شامل واكون قدرت ان احقق منه كل المطلوب منه ان شاء الله. في عندي هنا تاني، يبقى هنا نقدر نقول متى تأتي دراسة الجدوى، الجزء الخاص بدراسة الجدوى، امتى نقدر نعمل دراسة الجدوى. تعالوا مع بعض نشوف كده دراسة الجدوى نقدر نعملها امتى. بيقول لي انه تأتي مرحلة دراسة الجدوى بعد تحديد الفكرة التي تولدت لدى صاحب المشروع الصغير كفرصة للاستثمار. اقدر اعمل دراسة الجدوى امتى؟ بمجرد ما فكرت ان انا عاوز اعمل مشروع، لابد ان انا ابحث عن كل المقاومات اللي احنا ذكرناها في المقدمة والبداية. كل المقاومات دي بتخليني او تؤدي الى اني اقدر اقوم بمشروع جيد، مشروع مربح. طبعا ببقى معرض للخسارة ومعرض لبعض الاحتمالات اللي موجودة، بس برضو نتيجة الدراسة الجيدة ودراسة الجدوى الجيدة قدرت ان انا اقدر احقق الهدف المرجو باقل خساره ممكنه من تأكيد، لأن من المشروع. التصرف بعشوائيه في اي شيء، وخصوصا لو معايا راس مال وببدا مشروع، اي عشوائيه ممكن تؤدي لعدم النجاح. صحيح. ففكره وضع خطه
وإدارة جيدة للمشروع وتصور مبدئي قبل البداية في صورة دراسة جدوى أو دراسة سوق زي ما حضرتك تفضلت وقلت لنا أستاذ محمود عبد العاطي، ده بييسر كثير خطوات النجاح. طيب نيجي بعد كده نتكلم ايه المقصود من دراسة الجدوى. انا هعمل دراسة الجدوى ليه؟ دراسة الجدوى او معنى الجدوى او دراسة الجدوى نفسها والربح اللي موجود منها هو بيكون عائد بيحققه المشروع، سواء الفايدة او العائد دي عائد مادي او مجتمعي، بيحقق مكاسب شخصية ليه ارباح، او عائد مجتمعي بيعود على المنطقة اللي هو فيها او الدولة بالنفع ان هو وفر مادة خام او وفر منتج معين، ده للدولة. وبالتالي لو بصينا مع بعض هنلاقي المقصود بدراسة الجدوى بيقول لي يقصد بكلمة دراسة الجدوى الفائدة أو العائد المتوقع حدوثه من المشروع، وقد يكون العائد مادي أو معنوي، قد يكون العائد مادي أو معنوي أو عائد اجتماعي، تمام؟ يعني الفائدة اللي تعود على المجتمع مثل إشباع حاجة للمجتمع أو تشغيل عدد من العمال كحل لمشكلة البطالة أو تلبية احتياجات السوق المحلية من سلعة أو خدمة معينة. طيب بعد كده نتكلم مع بعض في مراحل دراسة الجدوى. مراحل دراسة الجدوى عندي دي بتؤدي إلى أنه إيه هي الدراسات اللي أنا محتاج أدرسها داخل المشروع، إيه هي الحاجات اللي أنا هدور عليها علشان أقدر أقوم بمشروع جيد. الدراسات اللي احنا هنعملها او دراسة الجدوى تشتمل على الدراسات دي او المراحل دي، قال لي ان هي دراسة السوق والدراسة الفنية والدراسة المالية ودراسة تجارية والدراسة القانونية والإدارية والبيئية. وده شيء مهم قوي انه اي مشروع لابد ان هو هنقوم بيه لابد ان احنا نبقى مراعيين العوامل البيئية بحيث انه ما يبقاش فيه تأثير سلبي على البيئة وصحة المواطنين في الدولة او المنطقة اللي فيها المصنع. طيب دي بعض الدراسات او هي الدراسات اللي بيشتمل عليها دراسة الجدوى. لابد كمان انه عند ادائها بيبقى فيه جهات مخصصة، وده هنقوله في نهاية حلقتنا او اخر جزء معانا، الجهات الخاصة بمنح التسهيلات لدراسة الجدوى، واني اقدر اعمل دراسة جدوى مين يقدم لي تسهيلات، مين يقدم لي المشورة في دراسة الجدوى، هروح لمين، اي جهة اذهب لها تقول لي انه مشروعك بالشكل ده او النوعية المنتج اللي انت هتشتغل فيه والله موجود منه كذا وكذا وكذا في داخل الجمهورية او داخل الدولة، المادة الخام بتاعته متوفرة ولا لا، العائد من المشروع هم بيقدروا من خلال دراسة الجدوى لو انا ما عنديش هيئة او مجموعة من الموظفين يقدروا يعملوا دراسة الجدوى، بقدر اروح لهيئات معينة هي اللي بتقوم بتسهيل دراسة الجدوى. من هنا نقدر نتكلم عن اول دراسة وهي دراسة السوق. ودراسة السوق عندي بيقصد بيها دراسة السوق للتأكد من وجود حاجة او طلب او فجوة. يعني انا بدرس السوق علشان اعرف في كم مصنع او شركة بينتجوا نفس المنتج بتاعي اللي انا هبدأ اصممه او انتجه. الكم مصنع دول بينتجوا كمياتهم ايه؟ المادة الخام بتتوفر فين؟ مدى بعدهم عن المكان اللي انا هنشئ فيه المصنع بتاعي بحيث انه ما يبقاش المادة تقليل المنافسة. ايوه تقليل المادة المنتجة او المنتج اللي صادر من عندي هيبقى كله في مكان واحد، فبالتالي هتبقى الموضوع يعني كثرة العرض والطلب مش موجود، فبالتالي لابد ان انا الافي المنطقة دي او المشكلة دي. عندي دراسة السوق يقصد بدراسة السوق التأكد من وجود حاجة او طلب او فجوة في السوق لفكرة المشروع كمنتج او خدمة. ودراسة السوق تحتاج الى جمع معلومات تغطي بعض الاسئلة. الاسئلة دي موجودة ايه؟ قال لي انه الاسئلة اللي موجودة قدامنا دي بعض الحاجات اللي انا لما اجي اعمل دراسة سوق لابد اني اسأل عن الحاجات دي وادور عن الحاجات دي. ايه هي؟ ما هو حجم الطلب من المنتج المراد دراسته؟ يعني المنتج اللي انت هتبدأ تشتغل عليه، المنتج ده حجمه قد ايه في السوق؟ هل هو كافي للسوق ولا لا؟ هل المصانع اللي موجودة من نفس المنتج كافية لانتاج المنتج ده ولا لا؟ الطلب الثاني او السؤال الثاني او الفكرة الثانية اللي ببدأ ابحث عنها، ما هو حجم العرض من المنتج المراد دراسته؟ انت الحجم الانتاج وحجم المنتج الموجود في السوق
كمية إنتاجه قد إيه والطلب عليه كان قد إيه، ما هي الفجوة المتوقعة في السوق لما أعمل مشروعي، المشروع دوت هينتج هيزود السوق ولا لسه الفجوة موجودة وبالتالي هبدأ أدور على زيادة منتجي ولا أعمل فروع تانية فروع أخرى للمصنع بتاعي بحيث إني أغطي الفجوة اللي موجودة في السوق. كمان النقطة اللي بعد كده، ما هو سعر بيع المنتج في السوق؟ الناس اللي بتنتج أو الشركات والمصانع اللي بتنتج نفس المنتج بتاعي سعرهم إيه؟ السعر اللي ماشي في السوق، سعر السوق يعني ماشي كام؟ بحيث إن أنا لما أنتج أول إنتاجي ما أقعش في مشكلة إني بعت أو أنتجت بسعر أقل من سعر التكلفة وأقول إن أنا عاوز أعمل انتشار وعاوز يبقى ليا انتشار ووجود في السوق، بس أنت ما ينفعش تبيع بأقل من سعر التكلفة. وبالتالي أنت خسران. طب انا هقول انا عايز مكسب سريع فهبيع باكتر من سعر السوق، مشروعي وقف والمشروع المنافس او المصنع المنافس هم اللي بقوا شغالين وما بقاليش وجود كاني ما عملتش حاجه في السوق. طرق توزيع المنتج المراد دراسته في السوق المحلي، هل المنتج بتاعي هيبقى توزيعه في السوق المحلي انا هحتاج له ايه عشان اوزعه، احتاج له طريقه بيعه هتبقى ازاي، هل في مراكز مجمعه وسناتر مجمعه، هل هيبقى في مناطق بيعية عادية في الأسواق، هل يعني طريقة البيع بتاعت السوق. نقاط القوة والضعف في المنتج، لابد أنه نقاط القوة والضعف في المنتج لابد أن أنا أدور على أنه المنتج بتاعي قبل ما هعمله وقبل ما هأنشئه وقبل ما هطلع أول بكورة إنتاجي لما هطلعها لابد أن أنا أبقى محدد نقاط القوة والضعف، أنا هتميز عن المنافس في إيه. طيب أنا رأس المال بتاعي كان ضعيف فبالتالي مش هقدر انافس المنتج اللي موجود، طب نقاط القوة بتاعتي الضعف بتاعي هيبقى فين عشان ابدأ احسنه في جزئية تانية اقدر من خلالها انافس بيها برضو. يعني احنا شفنا مشاريع كتير ليها مشاريع ام كبيرة موجودة في جمهورية مصر العربية وفي العالم كله قدروا يعني قدر ينافس في السوق رغم انه بيدي منتج يعني اقل في المواصفات من اي منتج تاني، بس قادر ينافس في السوق، قادر ينافس في السوق لانه قدر يقف على نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عنده، قدر يستغل نقطه ضعف هو قدر يعمل فيها نقطه قوه من ناحيه تانيه، فبالتالي قادر ينافس في السوق، ودي نقاط هامه قوي ان هو يقدر ينافس في السوق. طيب دراسه السوق وان انا اقدر اعمل دراسه سوق للمنتج او للمشروع بتاعي، صاحب العمل لابد من وقوفه على بعض العوامل اللي موجودة. ايه هي؟ يقصد بدراسة السوق وقوف صاحب المشروع على بعض العوامل، والعوامل دي ايه؟ قال لي انه مدى توافر احتياجات المشروع من الخامات والخدمات، انا المادة الخام بتاعتي هحتاج قد ايه، والخدمات اللي هتجيب لي منها بقى سيارات النقل اللي هتنقل لي المادة الخام دي، هل انا هستوردها من الخارج، هل انا هجيبها من اقصى مكان في الجمهورية، وسائل النقل اللي هجيبها، الخدمات اللي موجودة كمان المياه والكهرباء والاتصال ووسائل النقل طبعا، وشبكة الطرق والطفرة الكبيرة اللي احنا شايفينها في شبكة الطرق اللي موجودة دي بتديني عامل وبتديني عامل مساعد انه توفير شبكة الطرق بيخليني اقدر اعمل المصنع في اي مكان وانا مش قلقان من وسائل النقل. عندي بعد كده مدى الجودة المناسبة لهذه الاحتياجات، جودة المنتج اللي انت هتطلعه مطابق للاحتياجات ومناسب للاحتياجات اللي موجودة في السوق ولا لا، مدى مناسبة السعر، السعر اللي انت هتبيع بيه اللي انت حددته بعد، خد بالك اتعلمنا في الباب الخاص بالمؤيسات والباب السادس والتكاليف اتعلمنا ان في حاجة اسمها هامش الربح بتاعي، لابد ان انا ابقى عامل هامش الربح وفي نفس الوقت اكون سعر السوق اللي انا هبيع بيه برضو مش يعني مش اعلى من سعر السوق ولا اقل من سعر التكلفة، لان احنا قلنا انه لابد ان التكاليف ما تجيش ناحية المادة المنتجة، ما تجيش ناحية مواصفات المنتج، ما تأثرش عليها بالسلب. صحيح، لو انا حبيت اقلل في تكلفة الانتاج اهم حاجة ما جيش ناحية مواصفات المنتج لان هي واجهة المنافسة اللي انا هنافس بيها، جودة المنتج اللي بقدمه هي اللي هتؤثر في صحيح. عمل سمعة طيبة وخصوصا في بداية المشروع. صحيح، يبقى دي حاجة مهمة قوي انه السعر لابد ان انا ابقى مقيم نفسي في السعر كويس. مدى مناسبة الكمية، انا هنتج كمية قد ايه من المنتج ده بحيث انه
اعرف هقدر اغطي السوق والفجوه اللي موجوده في السوق ولا لا من كميه الانتاج اللي انا بنتجها. كمان عندي التوقيت المناسب للتوريد، ما ينفعش ان انا طول العام طوال الشهر او العام افضل انتج في المنتج بتاعي واقول انا بحطه في المخازن، ستوك. عندي رصيد منه علشان اقدر ابقى حاكم السوق. الموضوع يعني مش بالشكل ده، عندي منتجات ليها فيها عناصر بيبقى ليها مدة صلاحية، حتى لو المنتجات دي مش أغذية. احنا عارفين انه مدة الصلاحية على كل المنتجات، حتى المادة الخام اللي داخلة في صناعة أجزاء للسيارات بيبقى ليها عمر افتراضي. صح. فبالتالي انه توريد المنتج طوال العام او تصنيع المنتج طوال العام برضه مش هينفع ان انا اعمل منه رصيد موجود عندي واقول ان انا هبقى حاكم السوق بالشكل ده. ده كلام مش صحيح. مصادر التوريد اللي عندي، ايه هي مصادر التوريد المناسبة اللي هتجيب لي المادة الخام واقدر من خلالها احصل على المادة الخام الخاصة بيا. طيب دراسة السوق بتهدف الى ايه؟ قال لي ان دراسة السوق بتهدف لثلاث نقاط مهمة قوي. ايه هما؟ المحافظة على دوران عجلة الانتاج، وده شيء مهم قوي. انا درست السوق وعملت دراسة للسوق دراسة جيدة بحيث ان انا اشوف عجلة الانتاج. وخد بالك اربط كلمة المحافظة على دوران عجلة الانتاج، نربطها مع الكلمة اللي احنا قلناها اللي هي ايه، انه افضل انتج المنتج بتاعي طول العام، ما ينفعش واخزن منه رصيد واقول لا. بس هنا الاتنين عكس بعض، اللي هو المحافظة على عجلة الانتاج واني ما انتجش طوال العام، فدي لابد ان انا ابقى عامل حسابات، في حسابات ايوه مقدرة صحيح لكمية الإنتاج مع دوام واستمرار إنتاجها على مدار السنة، لتجنب إغراق السوق لأنه مش لمصلحته، وتجنب ندرة السلعة لأنها صحيح أيضا مش صحيح في مصلحته. هي صحيح زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني نوع من الدراسة المتوازنة لكل شيء، وخصوصا في بداية المشروع. وهي دي أهمية دراسة المشروع أو دراسة الجدوى للمشروع، إنه أبقى حاسب كل حاجة. طبعا كل صاحب مشروع هو معرض للمخاطرة، أي صاحب مشروع هو داخل بمبدأ المخاطرة، ودي حتى احنا بنعلمها لأولادنا في المدارس في جزء خاص بريادة الأعمال. أنت معرض للمخاطرة، والمخاطرة دي هل هي مخاطرة محسوبة أو مخاطرة عشوائية؟ وتبقى مخاطرة محسوبة إمتى؟ لو أنا عامل دراسة جدوى جيدة للمشروع بتاعي. فدي النقطة المهمة، المحافظة على دوران عجلة الإنتاج في المشروع بصفة مستمرة، يبقى المشروع بتاعي شغال باستمرار، وده بيبقى من خلال إدارة حكيمة للمشروع، بحيث إن هي في التعاقدات اللي بتعملها، في تعاقدات الطلبيات اللي بتجيلي للمصنع بتاعي، اقدر احافظ على معدل الانتاج، لا المصنع وقف عن الانتاج ولا انا عملت رصيد يسمح انه يبقى عندي تلف في او تالف في الماده الخام او المنتج بتاعي. النقطه الثانيه، المحافظه على سمعه المشروع من حيث جذب العملاء وعدم انصرافهم الى الاخرين. يعني ايه؟ ده طبيعي انه لو الماده الخام او المنتج اللي انا هصنعه بيبقى غير مطابق للمواصفات، فبالتالي هينصرف عني العميل او المشترين او المستهلكين، هينصرفوا عني. وده احنا بنشوفه في اي سلعه استهلاكيه، في اي ماده غذائيه حتى احنا بنشوف الكلام ده. بروح لمنتج عن التاني لسبب بس ايه، انه كان فيه هنا ميزه في السعر ومطابق لمواصفات، هنا كان غالي برضه مطابق للمواصفات ممكن بس سعره اغلى من سعر تاني. فلابد من دراسة الجدوى ودراسة السوق دراسة جيدة للحفاظ على سمعة المشروع بتاعي والحفاظ على العملاء. والحفاظ على العملاء. نعم. كمان زيادة القدرة التنافسية في السوق. لو الهدف الجيد لدراسة السوق انه لما درست السوق كويس حددت انا فيه كم مصنع بينتج المنتج بتاعي، اماكنهم فين، قدرت من خلال دراسة السوق لما حددت عددهم واماكنهم قدرت انزل بمنتجي. وده اللي بنشوفه في قرى الريف وصعيد مصر، بنلاقي في منتجات كبيرة قوي هناك واسم كبير قوي هناك، مش اسم كبير في وسط الجمهورية او وسط الدولة في القاهرة والعاصمة او المدن الكبيرة داخل الجمهورية، بيبقى الاسم ده مش كبير قوي ولكن كبير قوي في مناطق تانية، مناطق ريفية ومناطق نائية. هو قدر يعمل منتجه بنفس المواصفات بس كلف قليل قوي،
ونتيجة كلفته القليلة قوي قدر يبيع بسعر رخيص قوي أو سعر أقل قوي لفئة معينة من العملاء لفئة اللي معينة ارتضت الأمر ده. محتاجة المنتج ده ومرتضي، يعني كلمة حضرتك جميلة قوي، مرتضي في بالمواصفات دي، بالظبط. وده اللي احنا بنشوفه في السوق وموجود في السوق. يعني بعد كده نقدر نتكلم عن الدراسة الفنية بس طبعا الرضا هنا بعيد عن جودة المنتج، يعني احنا ممكن نكون بنتكلم مثلا في طريقة تغليف، في صحيح حجم، صحيح في صحيح. حجم، انما ده كله بعيد عن جودة المنتج. لا ما احنا جودة المنتج صحيح أساسية صحيح في كلا الأمرين. صحيح، احنا نبهنا وقلنا انه اقلل في التكلفة دون المساس بجودة المنتج بالظبط ومواصفات المنتج، بالظبط. وده احنا درسناه في الباب الخاص، الباب الخامس والسادس الخاص بالتكاليف والمقايسات، واكدنا ان التكاليف هي، يعني احنا لما عرفنا التكاليف في الباب الخامس قلنا ايه لاولادنا؟ قلنا انه التكاليف هي اجمالي المصروفات التي تنفق على المنتج في سبيل انتاجه، تمام كده، وبحيث انه يكون مطابق للمواصفات مع مراعاة التقليل في التكلفة دون المساس بجودة المنتج، مع مراعاة التقليل في التكلفة دون المساس بجودة المنتج، وده كان جميل. التعريف الأمثل للتكاليف أو التكلفة اللي أنا هصرفها على المنتج بتاعي. بنيجي ندخل بعد كده على الدراسة الثانية اللي هي الدراسة الفنية، والدراسة الفنية هنا دي بيقصد بيها الدراسة أو بيقصد بالدراسة الفنية معرفة إمكانية أو مدى إمكانية تصنيع المنتج سواء سلعة خدمية أو سلعة غذائية، وخطوات إنتاجها وتصنيعها والمعدات والآلات المطلوبة للإنتاج وتحديد العمالة المطلوبة ومساحة المشروع وما هي مصادر الخامات ومواصفاتها. يعني هنا احنا بنتكلم في دراسة السوق، أنا كنت بنزل السوق أدرس، كنت بنزل أنا ومعاونية اللي في الشركة أو الناس اللي هتقوم معايا كشركاء مثلا، بنزل أدرس السوق، بنزل محافظة القاهرة أشوف المنتج بتاعي بيتصنع بشكل إيه، متواجد في السوق قد إيه، بنزل بروح محافظات الصعيد أشوف المنتج موجود ولا لأ، محافظات وجه بحري أشوف المنتج موجود بشكل إيه، فكنت بدرس السوق. لكن الدراسة الفنية دي هنلاقيها داخل المصنع بتاعي أو داخل المنشأة الصناعية بتاعتي، دي هتبقى دراسة خاصة بالمعدات اللي أنا هشتغل بيها والآلات اللي هشتغل بيها. هل المعدات والآلات هي موجودة داخل البلد ولا هستوردها من بره؟ طب أنا مش عايز أستورد عشان التكلفة وتكلفة الجمارك والتكلفة اللي بتبقى مضافة، أنا عايز أشتغل بالمعدات والخامات أو المادة أو الآلة والمعدة اللي موجودة داخل البلد عندي، هل هتديني نفس المواصفات؟ هل هصرف عليها تكلفة أخرى في صيانة؟ يعني هل المعدة اللي أنا هشتريها لو اشتريتها من اللي موجودة في السوق عندي هنا، هل هي بنفس الكفاءة؟ هل هي اللي أنا هستوردها من بره أشتريها من هنا أفضل لو هي اللي هستوردها من بره؟ يبقى هنا بتكلم عن الدراسة الفنية، بتكلم في إمكانية تصنيع المنتج أو معرفة مدى إمكانية تصنيع المنتج من مادة خام وسعرها واستيرادها والمعدات والآلات اللي هشتغل عليها، المصنع اللي هشتغل فيه أرضه فين؟ هل المكان الأرض اللي هبني عليها المصنع أنا هأجر المكان دوت ولا هيبقى الأرض بتاعت صاحب من ضمن رأس المال ولا هيبقى أنا مأجرها؟ كمان مساحة المصنع اللي هشتغل عليه، هل المساحة دي لابد إن هي تبقى كافية للمعدات اللي موجودة وتديني حرية في التنقل والحركة داخل المصنع، مع مراعاة كمان إنه بيبقى فيه لوادر وعربيات نقل بتخش من خط الانتاج تدخل تجيب، وبعض المصانع اللي بنشوفها مصانع المواسير مثلا والاخشاب والحديد والصلب بيبقى فيه اوناش بتتحرك رايحه جايه بالمواسير والخشب او الحديد في المصنع بالكامل. اسمح لي استاذنا الكريم، الاستاذ اتفضل محمود عبد العاطي اتفضل. المعلم الخبير في ماده التخطيط واداره الانتاج، بس انا عايزه همسه بسيطه في اذن طلابنا وطالباتنا. احنا بنتكلمهم عن مصانع ومشاريع كبيره، الدوله موفره لنا دلوقتي بدائل لهذه المشاريع الكبيره، مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر، التعامل مع الادوات الوسيطه في انتاج الشركات الكبيره. يعني احنا الكلام اللي بنقوله يطبق على اصغر المشروعات واكبرها. يعني احنا صحيح لما نقول طلابنا وطالباتنا، احنا بننتظر منهم رياده الاعمال، ان هم يبداوا عمل بعد التخرج من الدبلوم الصناعي سواء 5 سنين او صحيح 3 سنين، يبقى عندهم القدرة على التعامل حتى لو على مشروع صغير، عربية فشار، عربية غاز للبنات. صحيح، حتى هذا المشروع بيحتاج الكلام اللي احنا بنقوله عشان نستمر فيه ونكبر. الأدوات اللي بتنتجها بعض المصانع وبتحتاجها مصانع كبيرة ك
كل الامور دي مفتوحه امامنا وامام طلابنا وطالباتنا، ما نستهنش باللي احنا بندرس بيه لانه ممكن يبقى عنوان نجاح كبير لينا جدا بعد سنه او سنتين. صحيح. فما تفكروش ان المشروع ممكن يبقى مصنع كبير. لا خالص خالص، على المدى الطويل بمشيئه الله كلكم تبقوا رواد من خلال دراسه الجدوى الصحيحه واصحاب مشاريع يبقى كبيره، يبقى مشروع كبير. استكمالا لكلام حضرتك، او ده دي حاجه انا شفتها من كام يوم، انا قاعد في مدرستي او خارج من مدرستي بالعربيه في الراديو، سمعت تجربه شاب دبلوم صنايع قسم كهرباء، هو قالها بنفس اللفظ، انا دبلوم صنايع قسم كهرباء. صحيح. فالشاب ده قال هو في صعيد مصر في الواحات، هو كان في الواحات، استغل ايه؟ هو كان شغال، يعني هو قال بنفس اللفظ كده، انا كنت شغال مع منجد افرنجي اللي هو بتاع الانتريهات والحاجات. فالشاب دوت الحاجات بقى اللي هي من جريد النخل كانوا بيعملوا البطانه بتاعه الانتريهات، هو الولد شاف انه كان في قطيع من الماعز والغنم معدي فاكل الحاجه دي واكلها وكان اكلها بسرعه قوي، او اللي هو بنهم حاجه يعني كان جميله مستمتع بيها. بيها الشاب قال انا فضلت ورا الموضوع لحد ما استفدت وفهمت ان في املاح معدنيه في جريد النخل لابد من الاستفاده منها. مش النهارده بس هو كلينا في داخل المراتب والانتريهات. لا 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 لا. الموضوع طلع كبير، والشاب ده فضل وراه لحد ما قدر يستخلص زيوت من جريد النخل اللي هو الناس اسف اللفظ بيرموه وبيبقى مرمي كده، فقدر يستخلص مجموعه من الزيوت والاملاح المعدنيه موجوده في جريد النخل، وقدر يشتغل على جميع اجزاء النخله في انه يعمل استفادة منها استفاده في التغذيه الحيوانيه. النهارده هو مع محافظ، كان قاعد مع المحافظ بالفكرة بتاعته، واخد وعد ان هو يساعده في المشروع، وكان بصراحة الحوار بتاع الشاب ده شيق، وانا بقيت مستمتع انه احنا الصورة بتاعت الطالب التعليم الفني لا مش سيئة خالص. لا. صورة التعليم الفني لابد ان هي ترتقي اكبر من كده. احنا لازم نفتح لهم الطريق ونديهم الثقة في نفسهم وفي عقولهم وفي افكارهم وفي قدراتهم، لان انتوا مش ايدي عاملة بسيطة، ده انتوا ايدي عاملة متعلمة. صحيح. وافكار مبدعة ممكن تولد مشاريع كبيرة ومنتجة. توجه الدولة دلوقتي مع التعليم بالتأكيد. الفني الاهتمام الكبير بالتعليم الفني. وانا اسفل مقاطعة حضرتك استاذنا الكريم استاذ محمود عبد العاطي، ونعود مرة اخرى لدرسنا ونستكمل حديثنا عن الدراسة الفنية. طيب للمشروع. احنا دلوقتي نتكلم في مراحل الدراسة الفنية. نعم. الدراسة الفنية احنا بنتكلم عنها في تحديد حجم وكم الطاقة الانتاجية، انه انا هنتج قد ايه، ده طبعا يخص كمية الانتاج. انا بتكلم في الدراسة الفنية شباب، يعني داخل المصنع بقى بتاعي انا انشأت او بقى، يعني الدراسة الفنية دي بعد ما هانشئ. طبعا كل الدراسات دي بتتعمل وانا لسه ما حطيتش طوبة في المصنع يا شباب، بس يعني انا بتخيل انه انا خلصت عملت المشروع، ابدا اعمل الدراسة الفنية اللي هو بنيت المنشأة بتاعتي، ابدا اخدم عليها بالمعدات والالات والمادة الخام والمنتج اللي هطلعه وهكذا. فبيقول لي ان تحديد كم وحجم الطاقة الانتاجية التي يحتاجها السوق، تحديد نوع الاسلوب الفني لتصنيع الانتاج، الاسلوب اللي هنتج بيه هل ان هيبقى خط انتاج، ولا هجيب مكن يقوم بالمنتج من الالف الى الياء، ولا هو هيبقى خط انتاج. كمان تحديد الخامات او المواد المطلوبة للتصنيع وتكلفتها حسب طاقة الانتاج، ودي تبقى اللي هي مراحل السوق. عندي كمان رقم 4، المعدات والالات التكنولوجية تبعا للإنتاج وتكلفتها، يعني أحدد المعدات والآلات التكنولوجية اللي هستخدمها، هل هي لابد أنه كمان مش ده مش شيء أنه مجازي، لا ده لابد أن هي تبقى مواكبة للتقدم التكنولوجي اللي بيحصل دلوقتي، عشان أقدر حتى أنافس، يبقى أقدر أنافس المنتج اللي في السوق. تحديد الطاقة المحركة، هل المصنع بتاعي هيشتغل بالكهرباء، هل هيشتغل بالغاز، هيشتغل بمواد حارقة أخرى، المياه اللي موجودة، تكلفة المادة أو تكلفة البنية التحتية بقى أو الطاقة المحركة للمصنع أو تشغيله تكلفتها إيه؟ تحديد العمالة المطلوبة للإنتاج وتكلفتها، العمالة في المنطقة دي هل العمالة هنا عمالة تكلفتها غالية كأجور أو تكلفتها أقل، العمالة نوعية العمالة اللي موجودة، عمالة ماهرة، عمالة متوسطة أو عمالة عادية، وده بيعتمد برضو أنه حسب المنتج بتاعي اللي هشتغل عليه. كمان تحديد تكلفة وحدة المنتج زائد هامش الربح، وده اللي بنأكد عليه، زي ما قلنا التكلفة الكلية اللي أنا بنتجها بضيف عليها هامش الربح بتاعي، لأني كمان بضيف الضريبة
ضريبة المبيعات ال 10% اللي اتفقنا عليها شباب في المؤسسات، ودي بتديني يعني الضريبة دي بتفرق معايا، يعني ممكن اروح اشتري المنتج بتاعي من المصنع هيكون سعره اقل من السوق. وتسأل يعني انا اروح اشتري من المصنع سعره اقل من السوق، لان السوق بيبقى سعر السوق مضاف عليه التكلفة النهائية او مضاف عليه اللي هو ضريبة المبيعات ال 10%. بعد كده بندخل على الدراسة المالية، والدراسة المالية هنا لابد ان انا ابقى دي تكلفة التشغيل بقى، هل التكلفة اللي انا هشتغل عليها هل هتبقى قرض ولا ده راس مال موجود عندي؟ لابد ان انا اوفر الحاجة دي. لو بصينا مع بعض على الدراسة المالية هنلاقي ان هي بتستهدف هذه الدراسة تحديد حجم التمويل اللازم والامثل للمشروع، سواء بقى التمويل ده كان قرض او تمويل ذاتي، عندي ارض بعتها، عندي راس مال موجود، المهم جبت التكلفة لإنشاء المصنع. وتقتضي هذه الدراسة جمع المعلومات الخاصة بتقدير تكاليف إنشاء المشروع وكيفية الحصول على التمويل اللازم وحسن استخدامه واستمراره لفترة حتى يمكن تحقيق عائد يعتمد عليه أو يعتمد عليه صاحب المشروع في استمرارية نشاطه بشكل ذاتي، ما يحتاجش بعد كده إنه يعمل قروض أثناء التشغيل، لأنه خلاص أوريدي المصنع اشتغل وحقق المكاسب من خلال رأس المال اللي كان موجود معاه، أو سواء كان قرض في البداية مش هينفع يقعد يعتمد على القروض طوال عمل المشروع أو طوال فترة عمل المشروع، لأنها بتبقى موضوع مكلف قوي وهيزود عليك بعض التكلفة. التكلفة المالية دي عندي ثلاث جوانب ليها، الثلاث جوانب دول هم تكاليف الأصول الثابتة ورأس المال ومصادر أو مصاريف التأسيس اللي عندي. تكاليف الأصول الثابتة دي لابد إن احنا نبقى عارفين إن هي أصول ثابتة من اسمها، دي كانت بتتكلم معايا في الأرض والمباني والمعدات، لأن دي هتبقى حاجة موجودة أصول ثابتة في المشروع، الأرض موجودة، المبنى موجود، والمعدات أو الماكينات اللي موجودة دي موجودة في أرض المبنى. رأس المال طبعا احنا عارفين إن هو رأس المال اللي هبدأ يعني أبدأ بيه المشروع أو أشتغل على المشروع بتاعي بيه في البداية، سواء اتفقنا إن هو يا إما قرض أو تمويل ذاتي. كمان عندي مصاريف التأسيس، ودي بتبقى مصاريف التأسيس دي لأنه دراسة الجدوى أنت مش بنعملها مجانا، دراسة الجدوى بتتقدم لمكاتب استشارية، وده هنشوفه بعدين، ممكن هيئات حكومية هي اللي بتعمل لي دراسة الجدوى بيبقى ليها تكلفة ومصاريف. ترخيص المنشأة بتاعتي، مصاريف الترخيص اللي أنا بعمل ترخيص للمصنع بتاعي أو للمنتج بتاعي وأثبته في وسط باقي المنتجات، في ضرائب وشهر عقاري والحاجات اللي هي إثبات المشروع بتاعي. كمان عندي مصاريف التدريب، لأن العمالة اللي عندي أنا مش هجيبها من السوق هي اوريدي عارفة المنتج بتاعي، لا بالعكس، ده أنت ممكن أنت في البداية هتحتاج عمالة لنفس منتجك، لأنه لو بعمل مصنع ملابس جاهزة فلابد إن أنا هجيب ناس فنيين على ماكينات الخياطة ويقدروا يقوموا بالشغل بتاعي. ولكن في تاني جنب الشغل ده انا بعمل اماكن للتدريب ليهم هم كمان علشان نواكب التطور اللي بيبقى موجود في المعدات والماكينات، لانه دلوقتي يعني مكنة الخراطة اللي موجودة في ورشة المدرسة او في قسم المدرسة عندك هتلاقي انه في نوعين من مكن الخراطة، مكن خراطة عادية عادية خالص بالشكل القديم، وفي مكنة السي ان سي، مكنة شغالة بالكمبيوتر تديها اوامر، مجموعة من الاوامر ورسمة معينة، مخطط معين، وتديها بعض الاوامر وتبدأ المكنة او المخرطة السي ان سي تبدأ تشتغل على طول وتدي لك المنتج بتاعك منتج نهائي تقدر تسوقه على طول. فبالتالي بيبقى في مصاريف للتدريب، كمان مصاريف الترويج، ان انا اروج للمنتج بتاعي كاعلانات، كدعاية، كصور اعلانات في الشارع، هدايا بتتقدم لبعض المؤسسات بحيث ان انا انشر ثقافة عن المنتج بتاعي، اعرف المنتج بتاعي. احنا بنشوف الكلام ده على اقلام، على اجندات، على دعاية في الشارع، في لوحات اعلانية، في اعلانات في التلفزيون، كل ده بيبقى ليه دور مصاريف كبير جدا في الترويج. التسويق صحيح، للمادة وده اللي المنتجة. بيعرف السوق بالمنتج بتاعي، فلابد ان انا اكون دارس الكلام ده كويس، محدد تكلفة الكلام ده بحيث انه ابقى داخل على المشروع وانا عارف انا هعمل ايه في كل العناصر بتاعتي. طيب بعد كده الدراسة التجارية،
ودي برضو عنصر من عناصر دراسة الجدوى، بدرس الدراسة التجارية ودي بتستهدف تحديد ربحية المشروع. دي الدراسة الخاصة بتحديد الربحية، أنا هكسب قد إيه من المشروع، معدل الربح بتاعي هيبقى معدل أنا هشتغل عليه ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، فبالتالي ولأنه بناء على معدل الربح بتاعي هبدأ أعمل المكافآت للعمالة بتاعتي، هبدأ أحدد الحوافز للعمالة دي بتاعتي. بتبقى دراسات تقريبية أستاذنا الكريم أستاذ محمود عبد العاطي، ولا ممكن توصل بدرجة الدقة لأرقام ثابتة؟ لا، هي الموضوع الربح احنا بنبقى محددين، وهامش الربح في اي عملية صناعية احنا بنقوم بيها بيبقى 10% من تكلفة الانتاج. تكلفة الانتاج اللي انا كلفتها على المشروع بتاعي عشان اطلع المنتج بتاعي، القلم اللي انا هشتغل بيه اللي انا هطلعه كلفته 10 جنيه، الارباح بتاعتي هي مقدرة 10% من تكلفة الانتاج. ده بتبقى سواء بقى انا كلفت، يعني هي ملهاش رقم ثابت كده، فسواء كلفت القلم 10 جنيه كلفته 20 جنيه بس نسبة ثابتة. هي نسبة 10%، وبالتالي محسوبة 10% كمان عشان ما نثقلش على كاهل المستهلك المستهلك، انه يبقى برضه يقدر هو الاقي مستهلك للمنتج بتاعي، والا مش هعرف اسوق المنتج بتاعي. فبالحالة دي ان انا اقدر احدد فترة الاسترداد للادوات المستثمرة في المشروع بتاعي، ممكن اعملها بصيغة رياضية اللي هي اقول ان هي اجمالي الاستثمار على متوسط الربح اللي انا ممكن اكسبه او احققه، بس الكلام ده قبل الاهلاك، والاهلاك ده احنا حددناه يا شباب في التكاليف، وقلنا عناصر التكاليف كان من ضمنها اهلاك معدات استثمارية. وإهلاك معدات استثمارية ده بيبقى عندي إيه؟ عندي ماكينة بيبقى فيها أجزاء وعناصر عمرها الافتراضي خلاص انتهى، أو حصل عطل في ماكينة معينة، المكنة دي خرجت من الخدمة ومش هتنفع تدخل تاني، فده بيبقى إهلاك معدات استثمارية، العمر الافتراضي خلاص للمعدة دي مش هتشتغل تاني خلاص. فده لابد إن أنا أحاسب الجزء ده، هو طبعا بيبقى دي بقى بتبقى حسابات تقريبية، لأنه يعني حسب نوع المعدة وتكلفتها وسعرها وطول مدة وطول الاستخدام. مدة الاستخدام نعم. بتاعتها وحجم الإنتاج اللي أنا هنتجه عليها. يعني إحنا بنعلم ولادنا كمان إنه اللمبات اللي إحنا بنشتغل عليها في قسم الكهرباء، الشغل الخاص بينا بقى، بنقول له إن اللمبة دي الفلورسنت مثلا بتشتغل 7000 ساعة. اللمبات الزئبق أو اللمبات اللي هي اللون الأحمر العادية اللي هي المسمار والألواز والحاجات دي، اللي هي اللمبات اللي بتدي درجة حرارة تنجستين، اللمبات دي بتشتغل 1000 ساعة. المفتاح، لقمة المفتاح برضو واحنا بندربهم في الأقسام بنقول له إن لقمة المفتاح دي ليها كذا مرة تشغيل. بالظبط. فهل الكذا مرة دول أنا هاخدهم في يوم؟ لا، ده هي بتبقى عمر افتراضي، ممكن قبل المدة دي حصل مشكلة نتيجة الاستخدام السيء. يعني احنا بنعلمهم ما تروحش على مفتاح الكهرباء وتخبطه بإيدك كده تشغله، في طريقة نتعامل مع الحاجة بشكل جيد بحيث إن هو نقدر نحافظ على الحاجة اللي نعظم معاه. الاستفادة بها لأطول مدة ممكن. صحيح. جميل. ده كان الدراسة التجارية، وكمان إنه أقدر من خلال الدراسة التجارية أقدر أحدد المكان كمان اللي أنا هشتغل فيه. يعني كل الدراسات مرتبطة ببعضها، أنا هنا بحدد ربح، بس بناء على تحديد الربح ده أنا كنت في الدراسة للسوق اخترت المكان اللي هشتغل فيه. فلما اخترت المكان اللي هو في احتياج وامس الحاجه للمنتج بتاعي، لان احنا قلنا من تعريف دراسه الجدوى او معنى الجدوى ان المنتج بتاعي او الفايده بتاعته يا اما فايده ماديه او العائد مادي او عائد معنوي، يا اما عائد ربحي ليا شخصي، يا اما ان هو عائد معنوي او بيسد احتياجات منطقه معينه. ولو فعلا اخترت في دراسه السوق اخترت المكان الجيد للمنتج بتاعي، فبالتالي انه قدرت ان انا انزل مكان او انزل منطقه ما فيهاش المنتج ده، فبالتالي كانت عجله الانتاج بتاعتي حافظت على الاستدامه اللي احنا كنا بنقول عليها، وعجله الانتاج على مدار العام او مدار فتره التشغيل، وبالتالي المنتج بتاعي بيتباع باستمرار، وبالتالي الربحيه داخله في ميعادها ثابته، وبالتالي انا ما قدرت يعني ما بقاش عندي المشكله انه في توقف
ففي فترة ما اشتغلتش، فبالتالي العمالة نسبة خسارة لو أو عمالة نسبة موسمية أو عمالة باليومية أو كده، العمالة بتاعتي خسرت لأنه المصنع ما كانش شغال، أنا كرأس مال عندي رأس مال واقف متجمد ما بيشتغلش، عندي مادة خام موجودة ما عنديش طلب عليها، فبالتالي ما قدرتش أحقق الربح. يبقى كده نتعلم إنه دراسة الجدوى، مراحل دراسة الجدوى كلها مرتبطة ببعضها، كلها متعلقة ببعضها، ما فيش واحدة منفصلة عن التانية، ما فيش مرحلة منفصلة عن التانية، كل مرحلة بتؤدي للمرحلة التانية. دراسة تانية اللي هي الدراسة القانونية، والدراسة القانونية هنا يعني كتير من الشباب فاكر انه يقدر النهارده الصبح كده يقوم من النوم ويعمل المشروع بتاعه. فده كلام في ناس بتعمل كده. في ناس جات لها الفكره يلا نعمل المشروع، قاموا مجموعه شباب، طبعا بنشجعهم وكل حاجه، بس ايه؟ بيبقى الدراسه لمشروعك. يعني احنا نشجع ان الشباب، مش معنى ان انا اخذت دبلوم فني او تعليم فني وركنت وقلت لا انا مش نافع، بالعكس خالص. ده انت طالع متعلم صنعه، وخاصه التطوير الجديد او التطور اللي حصل في منظومه التعليم الفني ومنظومه الجدارات، احنا بنطلع فنيين ماهرين مواكبين لسوق العمل، يعني مش بنعلمه كمان انه سوق العمل المحلي، بالعكس ده احنا بيبقى من ضمن العناصر اللي بيدرسها او المخرجات والمعايير اللي بتقيم عليها، بتقيم على السوق العالمي كمان. الوسائل الموجوده في السوق العالمي مش السوق المحلي بس، بحيث ان هو يبقى مواكب للسوق، سوق العمل المحلي والعالمي كمان. فمعنى كده انه مش معنى ان انا جات في دماغي فكره مشروع يبقى هقوم الصبح اعمل المشروع بتاعي. خلال بقى دراسه الجدوى او وانت بتفكر في المشروع بتاعك، طبيعي انت لو هتعمل زي ما حضرتك تفضلتي عربيه الفشار يعني والمشروعات الصغيره، أدوات انا بسيطة ببقى ماشي بعربيتي على الطريق بلاقي عربيه ملاكي واقفه فاتح الشنطه بتاعت العربيه، مكنه قهوه وشاي، وده مشروع هو ما احتاجش منه دراسه جدوى، لكن اكيد وانت قاعد عملت دراسه جدوى وانت مش واخد بالك. هو أنا وقفت هنا ليه؟ أنا ايوه مستني مين؟ المكان ده اخترته ليه؟ منتظر مين يجي لي في المكان صحيح ده؟ طب هبيع بكام؟ طب هتصرف ازاي؟ طب هل أنا يعني أكملت الشروط القانونية اللي تخليني أقف في المكان ده ولا لأ؟ صحيح عشان ما أتعرضش في أي وقت للإغلاق، أو إن الحاجة اللي أنا بدأت بيها تتاخد مني. الحاجات دي كلها مهمة، لأن لما بيحصل ده الولاد بيجي لهم نوع من الإحباط. ليه نعرض نفسنا لكده؟ دراسة الجدوى بقى هي هتمنع دراسة علينا الجدوى اللي كل تفادينا من المشاكل المشكلة دي، دي مهما بالظبط. كان زي ما حضرتك تفضلتي من شوية وقلتي مهما كان مشروعك صغير، بالظبط. فده مش عيب ان هو يعني احنا في خلال حديثنا وكلامنا احنا بنعمل مقايسات عن او اتدربنا خلال حلقاتنا السابقة والحلقات اللي جاية هيبقى فيها مقايسات تانية، اتدربنا على انه المقايسة اللي بتتعمل بتحدد لي تكلفة كلية، وانت قاعد فكرت في المشروع البسيط اللي هو عربية بتعمل عليها شاي وقهوة وحاجات يعني حاجات غذائية، وانت قاعد فكرت في شهادة صحية. فانت هتقف لو حد جالك من موظفين الصحة هيقول لك فين الشهادة الصحية بتاعتك، فوانت قاعد اكيد جات في دماغك، وانت قاعد طب انا المادة الخام اللي هي الشاي والسكر والقهوة، المادة الخام خلصت وانا شغال، هقدر اتصرف بسرعة اجيب ولا لا؟ وبأي تكلفة؟ والكلفة بتاعتها هتبقى قد ايه؟ هل بالظبط. هقفل عربيتي واخدها اروح اشتري المادة الخام بتاعتي وارجع لنفس المكان ابدأ اشتغل من جديد؟ زودت التكلفة، بنزين عربية والكلفة، ووقت ضاع ما اشتغلتش ومفيش ربح دخل لي، او المادة الخام بتاعتي على ما جبتها سببت لي مشكلة في انه المادة الخام ما كانتش متوفرة. طب المادة الخام متوفرة، هو انا هوفرها فين؟ هل العربية اللي انا عملتها دي بقى تقدر تشيل معايا مادة خام من المنتجات اللي انا هشتغل عليها كستوك او رصيد يشغلني اليوم لو انا شغلي يومي او بنقل مكان كل ده لمكان لازم يومي؟ يوضع في الحسبان. ده كده هم مش فاهمين انه انت بالشكل ده عملت دراسة جدوى. عملت دراسة جدوى انه الطريق اللي انا واقف عليه ده او المكان اللي انا واقف فيه ده هل في نفس السلع او الخدمة اللي انا بقدمها في نفس المكان؟ لا. وده كمان انه لابد من النقطة دي انه اقدر انفذ دراسة الجدوى بشكل سريع
يعني انت بتعمل مشروع صغير وتقول انا هروح اكلف دراسة جدوى على مشروع بسيط زي ده، لا، ما هو انت برضو بتختار انت المكان، الكسبان والله. بتختار المكان، وانت انت اللي محتاج تكسب ومحتاج بالظبط الربح السريع، صح بالظبط كده، صح، ومحتاج تقدم الخدمة جيدة. فدراسة الجدوى بيدي لك كل العناصر اللي من خلالها تقدر تأسس المشروع بتاعك. وكمان يعني احنا بنشوف مثلا، انا مركز على موضوع عربية الفشار اللي حضرتك قلتي عليها، هي طبعا افكار لانه كتيره ومتعدده ومتنوعه. ده لو اشتغل لصيانه الكهرباء وتصليح الكهرباء هو مشروع، لو بتشتغل في صيانه التكييف ده مشروع، لو بتقدم خدمه لسكان الشارع اللي انت فيه، خدمه مثلا تقليل تكلفه رفع القمامه من المكان، وان انا اجيب عربيه واتحمل الموضوع، وان ده في حد ذاته مشروع. صحيح. اعاده تدوير المستهلكات داخل البيوت ده مشروع. حاجات كتيره جدا، اهم ما فيها مش بس الفكره، زي ما تفضل وقال لنا استاذنا الكريم الاستاذ محمود عبد العاطي، ان انا افكر وادبر واعمل دراسه ماليه وبيئيه وقانونيه بسيطه جدا هتساعدني على ان انا اكمل واكبر بمشيئه الله. صحيح. الأهم شيء في الدراسات دي بقى بيجي على إنه محدش يعارضني في شغلي، محدش يوقفني عن الإنتاج في فترة معينة، ما أتعرضش لمساءلات قانونية في المنتج بتاعي اللي هي الدراسة القانونية. والدراسة القانونية دي لو شفنا مع بعض التعريف بتاعها هنلاقيه بيقول لي إنه تستهدف التعرف على التشريعات التي تحكم عملية الاستثمار في المشروع وأثرها على إنشاء المشروع والإنتاج والتصدير والتعاقد والتسعير. يبقى الدراسة القانونية من خلالها هقدر أعرف إنه الإجراءات القانونية لتأسيس المشروع بتاعي، المشروع بتاعي كمان هيئة الاستثمار معترفة بالمشروع دوت، أو كنية المشروع ده عندها هيبقى وضعه إيه في هيئة الاستثمار، أو التسجيل وتوثيق المنتج بتاعي والمصنع بتاعي. كمان المادة الخام بتاعتي أثرها على البيئة، هل هتعرض لمساءلة قانونية في استخدام مادة خام معينة تؤثر على البيئة فأتعرض لمساءلات قانونية. العمالة اللي هستخدمها في المنشأة الصناعية بتاعتي، وده يمكن توجه الدولة دلوقتي في إنه الأطفال وعمالة الأطفال، يعني بتجرم عمالة الأطفال في المصانع اللي هم دون السن القانوني. فده كله بيعرضني لمساءلة قانونية في أثناء عملي في المشروع الخاص بي. ده كده التعريف بالدراسة القانونية. الدراسة القانونية بقى أنا هعملها، هدرس إيه في هذه الدراسة أو في دراسة الدراسة القانونية؟ أنا مطلوب مني أعرف إيه؟ مطلوب مني أعرف القوانين العامة واللوائح الحكومية، كمان اختيار الشكل القانوني للمشروع، الشكل الأمثل للمشروع بتاعي. أنا هشتغل في المشروع بتاعي كشكل قانوني، كعمالة، كمادة خام، كبيئة، محافظ على البيئة ولا لأ. كمان نظم الاستيراد، أنا هستورد بشكل قانوني، لابد إن أنا الاستيراد يبقى بشكل قانوني، ما يبقاش بالأساليب اللي هي المتوية اللي احنا بنسمع عنها كل يوم في الإعلام والضبطيات اللي بتحصل. فالضبطيات اللي حصلت دي لو انا استوردت المادة الخام بتاعتي بشكل غير قانوني، المادة الخام عطلت فين؟ في المينا، ما نزلتش من السفينة اصلا. يعني احنا بنشوف مواد غذائية كمان ما بيردوش، بتتلف داخل الجمارك ما بتنزلش من السفينة بسبب كمان. عدم مشروعية ليه؟ اوراقها. ايوه، لعدم مشروعية المادة وعدم قانونية المادة، دخول المادة الخام بتاعتي او المنتج اللي انا مستورده، الالعاب النارية اللي احنا بنشوفها، العناصر الكهربائية اللي احنا، المكونات الكهربائية، المفاتيح واللمبات والعناصر المستخدمة، الادوات الكهربائية اللي احنا بنستخدمها بتبقى غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي انا استوردتها لانه بلد المنشأ كانت عملتها بسعر أقل من السعر اللي موجود العالمي في السوق، فبالتالي أنا جبت المادة الخام بتاعتي. وخصوصا أنه بنلاقي أن الناس استوردت بكميات ضخمة، فأنت بتعرض مش انت نفسك. الوحيد اللي فكرت بالطريقة دي. أكيد أكيد. هتلاقي ناس كتير استسهلت زيك والنتيجة مش حلوة، صحيح. النتيجة مش حلوة. فبالتالي أنا صرفت كتير قوي تكلفة نقل واستيراد غير الثمن المنتج اللي أنا اشتريته. فبالتالي كل ده وقف في سفينة في البحر، لا عارف أدخله الميناء
ولا عارف اخرجه من الميناء، وبقت قضيه عليا او معاقبه، في انا معرض لمعاقبه قانونيه على الماده اللي انا اشتريتها او طريقه الاستيراد للماده الخام اللي انا استوردتها. كمان قواعد استخدام العماله الاجنبيه اذا تطلب الامر ذلك. احنا مش اي مصنع بنشوفه، في مصانع بنشوفها في المناطق الصناعيه العاشر من رمضان فيها عمال واكتوبر أجانب. فيها عماله اجنبيه، ولكن بيبقى بشكل قانوني ان انا العماله دي ما تبقاش جايه هجره غير شرعيه، وانا اعرف ان هي هجره غير شرعيه، وده اللي بتعاني منه الدول دلوقتي في الهجره الغير شرعيه، وزياده البطاله عندي من ابناء بلدي بالظبط، بسبب المشكلة العماله، الأكبر. بسبب انه العماله اللي موجوده بتبقى يعني بشكل غير شرعي، وبالتالي انه اتعرض لمساءله قانونيه في الجزئيه دي خاصه بالعماله. نعم تمام. جميل. طيب بعد كده الدراسه الاداريه، والدراسه الاداريه دي دراسه بتستهدف الهيكل التنظيمي للمشروع من اداره وهيكل تنظيمي، والاداره اللي عندي هتبقى حجم الاداره اللي هم الاداريين اللي بيديروا المصنع، نعم الحراسه اللي موجوده على المصنع اللي هم الناس اللي غير مشاركه في انتاج المنتج، ولكن هم احد افراد المصنع ورواتبهم شغاله من المصنع جراء انتاج المنتج ده، لكن هو مش مشارك في انتاج، يعني هو مش فني خدمات شغال. معاونة مثلا. ايوه. نعم كمان تحت تصميم الهيكل التنظيمي للمشروع، انا بحدد مين هيبقى المدير، مين الاداره شكلها ايه، مين هم هيبقوا في الاداره، مين هم اللي هيبقوا في الجهاز المعاون للاداره، التصميم للاداره، مين مسؤول عن الدعايه، وهكذا. توزيع تحديد المهام. نظم العمل لابد ان انا احددها، العماله المناسبه كما وكيفا، كمان انه يبقى عندي العماله المناسبه للمشروع، كميه العماله وكيفيتهم مهارتهم في الانتاج. توصيف الوظائف، انا مين هيبقى مشرف، مين هيبقى العامل الفني، جدول الاجور اللي هيشتغل معايا. اخر حاجه هنختم بيها الجهات اللي بتقدم التسهيلات دراسة للمشروعات او الجدوى. دراسه الجدوى. الجهات دي بتنقسم عندي، لو بصينا على الشاشه هنلاقي سريعا كده انه جهات حكوميه وجهات غير حكوميه. تمام. الجهات الحكوميه دي ايه؟ قال لي ان الجهات الحكوميه دي اكاديميه البحث العلمي والهيئه العامه للتصنيع والبنوك وفروعها في المحافظات. طيب وايه كمان؟ قال لي هيئه الاستثمار دي من ضمن الهيئات اللي بتقدم لي مساعده وتسهيلات دراسه الجدوى. احيانا بيقدموا دراسات جدوى جاهزه جاهزه، انا بروح للتطبيق. اقول لهم انا عايز جميل. اعمل مشروع كذا. نعم طيب الجهات الحكوميه الاخرى او الغير حكوميه بقى، نعم عندي بنوك خاصه خاضعه للقانون 43 لسنه 74 والمكاتب الاستشاريه التي تضم رجال الخبره في الاقتصاد. بكده انا شايف ان احنا المينا ما بكل شاء الله، حاجه في دراسه الجدوى، الباب تغطية الثاني في ماده التخطيط. مشوقة وممتعة ومفيدة شكرا لحضرتك. لموضوع دراسة الجدوى. بشكر لحضرتك شكرا أستاذ لك. محمود عبد شكرا. العاطي هذا التقديم الرائع، على وعد بلقاءات قادمة بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.